صعبة جدا بالنسبة للمنتخب العراقي الذي كان سباقا للتسجيل وذلك عن طريق يونس محمود. إذن الهدف الأول المبكر، بعد ذلك جاء أيضا هدف التعادل للاعب غلام رضا الذي كان ربما أفضل لاعب في هذه المباراة وذلك في صفوف المنتخب الإيراني، كان موجود في كل مكان على اليسار على اليمين في الوسط وأيضا سجل هدف التعادل. بعد ذلك كنا نتوقع ربما ردة فعل سريعة من المنتخب العراقي، لكن واصل على نفس المنوال بتلك الكرات الطويلة التي أرهقت كثيرا يونس محمود، إلى أن جاء هدف إيمان مبالي الذي حرر إذن الإيرانيين.